إن احتيج أن يدفن شخص بالليل فلا بأس أن يؤتى بسراج أو بإضاءة محدودة من أجل دفنه، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الضوء أو تنتهي هذه الإنارة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجة لما أراد أن يدفن أحد أصحابه بالليل أتى بالسراج حتى دفنه صلوات ربي وسلامه عليه. أما إضاءتها وتنويرها على وجه الدوام أو على وجه الاستمرار فهذا لا يجوز، وكل ذلك من البدع ومن تحذير المسلمين من الوقوع في الشرك.